عليكم البنات، صافا؟ كي دايرين؟ كلشي على خير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده كيف العاده. كنقول لكم مرحبا بكم انكور اون فوا في ماشين نيفاريز فلوغ مع وصفه جديده، وهذه المره وصفه بلديه 100% ومغربيه بيان سور، مراكشيه الا بغينا نقولوا. فهي الطنجيه بيان سور، واخا غادي تكون بشكل مغاير على الطنجيه اللي معروفه كطيب عند الفرناتشي وبيان سور في الطين وفي الفخار، وعلى خاطرها ما متوفرش هادشي عندنا، ولكن ما غنحرموش راسنا من الطنجيه. غنوريكم الطنجيه اللي غادي سهله بزاف بالنسبه للبنات المبتدئات او للناس اللي ما كيعرفوش الطريقه. فهي كتجي بنينه وكتجي خطيره صراحه، كتجي زوينه بزاف، غير جربوها على حسابي. مكونات بسيطه بزاف، ما فيهاش تعقيدات، وكتخليوها طيب على خاطرها، وكتجي معلكه واخا تكون في الطنجره اولا في الكوكوت، فخصكم ديروها على عافيه مهيله، وبيان سور ما غاديش تندموا، غتجي رائعه. الوغ غنحتاج اللحم ديال الملج، ضروري البنات اللحم ديال الملج، الا ما كاينش الملج راه ما كاينش الطنجيه، هو اللي كيجي فيه ما يتكال، وكتجي اللحمه رطبه ديالو زوينه. دونك عندي هنا قياس ديال واحد كيلو ورباع اولا كيلو ونص، دونك القياس كيبقى على حسابكم وعلى حساب عدد افراد الاسره. عندي اغلى المكونات او اهم المكونات اللي هي السمن البلدي والزعفران شعرة، كيف كتشوفوا هنا واحد المعلقة صغيرة عامرة مزيان ديال السمن، عندي واحد المعلقة كبيرة ديال زيت البلدية او زيت الزيتون، عندي شوية ديال زعفران شعرة، غنحتاج التومة معلقة كبيرة ديال التومة مدقوقة او محكوكة كيف ما بغيتو، غنحتاج المعلقة صغيرة ديال الكمون بلدي يكون زوينة البنات، الكمون مهم بزاف في هاد الوصفة، وغنحتاج واحد نصف معلقة صغيرة ديال البزار بيان سور، هذا انا كنضيفو كيعجبني كيدير اللون، كيعطي واحد اللون زوين. حتى الزعفران شعرة راه كافي، ولكن الا متوفر عندكم حتى هاد الزعفران دويمة فديروه، راه كيجي زوين. انا عارفة ماشي صحي، ولكن كنبغي نديرو في هاد الوصفة. بون بالنسبة للحامض، غنحتاج اللب ديال الحامض مصير، القياس ديال واحد 3 المعالق كبار، وغنحتاج واحد طريف ديال الحامض مصير على هاد الشكل هذا. فوالا، دابا غندوز معكم طريقة التحضير. كيف كتشوفوا مكونات سهله وبسيطه بزاف. دونك طريقه التحضير هي انني غادي ندير جميع المكونات في واحد لو بول، غنمزجهم وغادي نضغمر اولا غنلبسهم داك اللحم ديالي مزيان، يعني داك المليجات اللي عندي غادي نضغمرهم مزيان في هاد الشرموله، عاد غادي نديرهم يطيبوا على عافيه مهيله. وها نتوما معايا، وغنضيف الزويته البلديه ديالي اولا زيت الزيتون، كيف قلت لكم واحد القياس ديال معلقه كبيره. بالنسبه للملحه البنات، انا ما درتش هنا الملحه، راكم عارفين علاش. الضويمه ديال الزعفران كتكون مالحه، عندي السمن مالح، عندي الحامض اولا اللب ديال الحامض مصير حتى هو مالح، يعني ما الا ضفت الملحه فانني غندير شي كارثه، اللهم بلاش بلا ما ندير الملحه، هادشي راه كافي وغادي تجي الوصفه هي هذيك. دونك كنمزجوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها كيف كتشوفوا، حتى كنحصلوا على واحد الشرموله متمازجه اولا ممزوجه مع بعضياتها، وكتدخل ديك المكونات مع بعضها. اللي بغات دير هاد الشيء فوق البوطه باش يذوب لهداك السمن، انا السمن عندي صراحه بدرجه حراره المطبخ راه ماشي جامد، دونك تقدروا ديرهم واحد جوج دقائق فوق البوطه، وبيان سور غيتمزجوا لكم بالزربه. فوالا، ودابا غادي نقوم بعمليه الضغمير، وهاد العملية كتبغي اليدين بيان سور، ما كتبغيش المعلقة اولا باش ندخلو في اللحم هذيك الشرمولة مزيان. طريق الحامض غنحتفظ به حتى نزيدو في الاخر ملي نبغي ندير اللحم ديالي يطيب. فوالا بهذا الشكل هذا، البنات اللي كلا عندي هاد الوصفة كيحماق عليها، غادي تجربوها وغادي غتعرفوا علاش كنهضر، يعني ماشي ضروري يكون فرناتشي ونعقدوا الامور ونقلبوا على القدر ديال الطين اولا داك هذيك ما عرفتش كيقولوا لها
القله او لا الخابيه ديال الطين باش كنديروا فيها. عندها واحد السميه صراحه مشات ليا على طرف لساني من مشات. المهم عرفتوني علاش كنهضر. هذاك الاناء الخاص ديال الطنجيه اللي كيمشي عند الفرناتشي وكيطيب على الرماد وكياخد وقت طويل، دونك حتى هذيك صراحه كتجي لا يعلى عليها. انا كليت الطنجيه في مراكش بهذه الطريقه، زوينه حتى هي زوينه كتجي بنينه، ولكن باش ما نحرموش راسنا كيف قلت لكم، بما ان انا كنتواجد في بلاد اوروبيه ما كاين لا فرناتشي ما كاينش هاد الوسائل هادو باش غادي نقدروا هذا، دونك يمكن لينا نديروا الطنجيه غير في الدار بالوسائل اللي عندنا اولا لي ميكانيزم اللي عندنا متوفرين في المطبخ. فوالا، دونك دابا الحماس ديالي هما ديجا دغبروا. يمكن لكم تخليهم يشربوا شويه ديك الدغميره الا بغيتوا، الا ما بغيتوش ديرهم مباشره يطيبوا، ف راه البنه كتبقى هي هي. وها انتم معايا. فوالا البنات كيف كتشوفوا انا درت اللحم ديال الطنجيه ديالي في الطنجره عاديه باش يطيب، وبيان سور غادي نزيد عليه واحد القياس ديال نص كاس ديال الماء سخون اولا الماء مغلي فاش طيب ليا هاد الطنجيه. يعني نص كاس راه كافيه البنات، ماشي ضروري طلعوا الماء على الطنجيه، فهي كطيب فواحد العافيه مهيله وكتجي مدغمره وزوينه بزاف. فوالا دونك غادي نقص عليها اقل ما يمكن، نقصوا البوطه وخليوها طيب على خاطرها نساوها البنات واحد ساعه ونص المكانه عاد قلبوا فغتلقاوها طابت ورجعات معلكه وزوينه وبنينه. كثرت عليكم من هاد زوينه وبنينه، ولكن راه بصح كتجي بنينه ما عندي ما ندير. الحقيقه هي هادي. ها انتم معايا وها انتم يا البنات كيفاش كتجي الطنجيه ديالنا، فريمون كتجي معلكه وديك الحيمه كتحمر فاش كتقرب. صافي نقربوا نطفيو عليها، كنحيدوا الغطاء الفوقاني باش كيتحمر لينا من اللحم ديالنا من الفوق. هاد لاستيس راه ديجا كنت شاركته معاكم فاش كنت درت الحيمه بالمشماش وفاش كنت درت اللحم عاود بالسفرجل، راه لي فيديو مازالين كاينين في القناه. دونك انا دابا غنحط هادشي في طبق التقديم ونرجع معاكم. اي فوالا البنات ها نتوما كيفاش كتجي، كتجي معلكه وبنينه بزاف. المهم حتى تجربوها وتعرفوني علاش كنهضر كيف قلت لكم، المريقه كتجي واقفه. و فوالا هادشي اللي كاين. بيان سور ما كتمشيش الطنجيه اولا شي طبق مغربي بلا زويتنات مسلاله، يكونوا مصايبين على اليد. بيان سور السلطه العجيبه ديالي العشوائيه اللي كتعرفوا دائما، هنا زدت فيها التفاح وزدت فيها المايس عاديه يعني ماشي شي حاجه. وهنا الخبز بيان سور، وهنا درت واحد البوم دو تيغ او لابطاطا في الفران. كتجي بحال شيبس صراحه سهله بزاف، دابا نشاركها معكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من لي فيديو ديالي. فوالا كنقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله او لا فلوغ مقبل. مع السلامه ومع السلامه.